بمشاركة آلاف المتطوعين من مبادرات أهلية وشبابية واقتصادية، انطلق في دمشق اليوم ماراثون فيك تنتصري على السرطان بالتوازي مع ماراثونات في كل من حمص وحلب واللاذقية والسويداء، وذلك ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث انطلق المشاركون من أمام مدينة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة باتجاه جامع الأكرم، ليعودوا بعدها إلى مدينة الجلاء للمشاركة بأنشطة فنية ورياضية متنوعة. أنا كتير فخورة أني عم شارك بهيك حملة اليوم نازلة على الماراثون لحتى وجه رسالة كناجية سرطان ثدي أولاً، وكسيدة وصبية سورية أنه ننشر هيدا الوعي عن الكشف المبكر عن مرض السرطان، لأنه كل ما كشفنا مبكراً نحن عم نكسب نسب عالية من الشفاء. واليوم سرطان الثدي ما هو سرطان بقى، صار أنه علاجه كتير ممكن والانتصار عليه كتير ممكن، فما في شيء مستحيل. طبعاً أي ورم ينكشف بمراحل مبكرة هو الشفاء حتمي 100%. رسالة لكل سيداتنا، خاصة للسيدات فوق 40، بليز لا تهملي حالك، لأي آفة مبكرة أنت شافية حتماً. نحب يكون كل شاركنا ويدعمنا بهالرسالة اللي رح نوصلها. هدفنا الرئيسي هو التوعية. هذا الماراثون مثل ما شايفين اللي هو جميع الفئات العمرية، صغار بالإضافة لشباب، أطفال بالإضافة لكبار السن. هو هذا الشهر هو شهر التوعية، فاليوم هو الدعم النفسي أكبر بكثير من العلاج. مشاركتنا هي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لبنك الشام للتوعية بأهمية الكشف المبكر، لأنه الكشف المبكر بيساعد ل 90 ل 95% من الشفاء. اخترنا بهاليوم انه تضامنا مع حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي انه نشارك بالماراثون وتكون خطبتنا بهذا اليوم. صار فينا ننتصر على السرطان بالفحوصات اللي بدنا نساويها وبالكشف المبكر عنه. Go! 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 Go!